بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني، سوف أتحدث اليوم في هذا الفيديو عن نبات الأرقطيون. الأرقطيون يا أخوان هو نبات شوكي جبلي متوفر بكثرة في مشارق الأرض ومغاربها. هذا النبات معروف له رأس مشوك، إن شاء الله ستنزل صورته على اليوتيوب وتشوفونه. هذا النبات مفيد جدا لكثير من الأمراض، ويستخدم منه يعني هو كامل النبات. ممكن يستخدم الإنسان الثمر، ممكن يستخدم البذور تبع الثمر، ممكن يستخدم الأوراق، لكن الأساس في الاستخدام هو الجذر. الجذر فعال جدا، يعني يستخدم الجذر لاستخراج الزيت منه، مفيد جدا لموضوع الأمراض الجلدية يا أخوان. يعني يعتبر الأرقطيون يتفرد في موضوع الأمراض الجلدية، لأن الأمراض الجلدية من الأمراض المناعة الذاتية. هو يدخل في هذا المجال يا أخوان. شرب مثل الشاي يغلى، لازم يغلى. الشاي لا يغلى، لكن هو لازم يغلى. الجذور يشرب كوب على الريق وكوب قبل العشاء، ويفضل أن يحلى بالعسل. الماء نفسه يمسح في الأمراض الجلدية التي سأذكرها. أول الأمراض الجلدية هي حب الشباب، يعالج هذا النبات، يعالجه بقوة. وطالما أنه يعالج حب الشباب فهو يعالج الكلف والنمش وغيره من مشاكل البشرة. يعالج أيضا الدمامل يا أخوان، الدمامل المتوسطة الخفيفة بإذن الله تعالى. شرب ودهان، ممكن نغلي بزيت زيتون وندهن منه هذه الدمامل، بإذن الله تعالى يشفى منها المريض. طبعا يا أخوان، الأرقطيون من منقيات الدم، أي أنه يزيل الأملاح من الجسم، يزيل موضوع النقرس، التهاب المجاري البولية، الروماتيزم، الروماتويد، هذه الأمور كلها بإذن الله تعالى يساعد كثيرا في التخلص منها. لكن يجب أن يكون يعني إحنا أي مريض يا أخوان بده علاج، يعني دائما الغذاء الصحي أكثر من نصف العلاج. إذا الإنسان يأكل أشياء يعني تعيق العلاج فهو ما يستفيد بصراحة، لا من الأرقطيون ولا من غيره. يجب أن يكون المريض يعرف معاناته، يمتنع عن الأشياء التي يعاني منها. إذا كان مثلا هناك أمراض جلدية، مثلا يعني لدينا الألبان ومشتقاته، لدينا الخضار الغير الخضار الغير موسمها، مثلا طبعا تكلمنا سابقا عن الزيوت هاي النباتية وهي غير نباتية، هاي كلها لازم يمتنع عنها، ويعتمد على زيت الزيتون والسمن البقري كغذاء وقلي وإلى آخره. هذا أساسي في علاج الأمراض الجلدية يا أخوان. طبعا السكريات المصنعة في كل الأمراض هاي يجب الابتعاد عنها، واستبدالها بالسكريات اللي الله سبحانه وتعالى نزل لنا إياها. بالنسبة للعلاج النقرس يا أخوان، أحيانا النقرس يكون يولد عندنا الشوكة العظمية، هاي تكون عند الكعب، يعني كعب الرجل. هذه يعني يشرب الأرقطيون، يفضل يعني إضافة مع الأرقطيون يعني مساعد مثل بذر الكرفس، بذر الخلة، بذر الحلبة، ذنب الخيل، زهرة الألماسة، شعر الذرة. يجمع هذه الأمور ويشرب كوب قبل كل وجبة، مع امتناع طبعا إذا كان مريض النقرس يمتنع عن اللحوم الحمراء خاصة والبقوليات، يعني يقلل كثير منها. مع إذا قلنا علاج الشوكة، يجب أن يضع لصقة من الخردل يا أخوان، يطحن الخردل ويرطبه بشوية مي ويضعه على مكان الشوكة العظمية،
ويلفوا ويتركوا من الليل للصبح، ممكن انه يعيدوا مرتين ثلاثة بإذن الله تعالى مع شرب هذه المواد، إن شاء الله سيشفى. طبعا للأرقطيون أيضا دور كبير في موضوع علاج الكبد إن شاء الله تعالى والمرارة. أيضا يدخل معه يعني أن جذور الهندباء، جذور القريص، يعني هذه الأمور، وبذر شوك الجمل يساعد كثيرا في علاج الدهون الكبد والتهاب الكبد والتهاب المرارة وبعض من أنواع حصى المرارة، إن شاء الله تعالى سيساعد كثيرا في هذا المجال. تقريبا وهناك يعني الأرقطيون في زيت، يباع زيت الأرقطيون هذا من شان البشرة ومن شان الشعر. أنا بصراحة يعني أقول أنه يعني أستطيع أنه تستخرجون أنتم الزيت يعني بالطريقة القديمة، يعني ممكن الجذور تقطعونها وتسخنونها مع زيت الزيتون أو زيت السمسم، تتركونها لمدة أسبوع إلى 10 أيام مع التقليب، وهكذا يصبح على الأقل عندنا نسبة معينة من الأرقطيون داخل هذا الزيت، يكفي إن شاء الله تعالى لعلاج الشعر، مشاكل الشعر وتطويله وإزالة القشرة وتقوية بصلة الشعر، وأيضا يعالج مشاكل حب الشباب وغيره كالدهان مع الشرب، شرب الأرقطيون من الداخل. أسأل الله أن يشفي كل مريض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.